السلام عليكم. هذا الجزء الثاني من دورة تصنيع أجهزة التحويل. هذا الريليه نستخدمه، هذا 60 أمبير و 80 120، طبعا يختلف الأحجام وكل هذا، بس حارق وحار بارد. هذا التايمر، زين، هذا التايمر مستخدم، هذا الكونكتر، هذا كل شيء يتحمل يعني تيار، هو يتحمل أكثر من طاقة حتى من الريليه. الكبر، هذا الكبرات مصابيح، زين، هذا الكبر، هذا عندنا الغطاء مالت اللي قاعد بيه للتايمرات، وهذا زين. هذا الريليه متكون، هذا خروج مالته، هذا النورمالي اوبن، هذا النورمالي كلوز، زين. هذا يتكون الريليه، هذا الملف، ملف هذا ملف الريليه، من راح تجي كهرباء لهذا تغذية الملف، هذا اللي هو هذا تغذية الملف، دائما يربط ويا خط الوطنية، يعني خط الأوبن، زين. هذا راح يلقط جذب مغناطيسي، راح يصير راح يوصل على هذا البن، زين. وهذا زين، هذا عندنا التايمر المستخدم، هذا تايمر، هذا خط واحد، خط واحد بس، زين. هذا التايمر شنو فائدته؟ مرات تجي رسائل للصفحة، أو مرات العالم تشكي إنه من تجي الوطنية وهو مولد ما شارع أو خط، يقوم يصير رجفة بالثلاجة قوية، طبطبة بالموتور. ليش؟ لأن ماكو تايمر حتى يأخر يطفي والنوب يشغل. هاي فائدته، فائدته هي شنو؟ يتخلى من ريليهات حتى يطفي ريليه ورا ثواني يحول على الثاني، زين. هاي فائدته، هاي كلش مفيد، جدا مفيد، يعني يحمي الأجهزة، يحمي أي شيء يعني من يسمون التشغيل اللحظي، زين. هسه شلون نعرف شلون راح تشتغل أبو ثلاث خطوط وأربع خطوط؟ أبو الثلاث خطوط يتكون من ريليهات اثنين لقط، واحد دايركت بدون لقط اللي هو آخر خط، زين. وبالأربع خطوط يصير يتكون من ثلاث ريليهات، زين، ثلاث ريليهات، كل واحدة هذا لقط، هذا ثاني لقط، ثالث لقط، وهذا خط الرابع دايركت، زين. هسه راح نجي على المخطط، نعلمكم شلون الربط بين الريليهات، زين، وشلون ربط التايمر وياهن. هذا المخطط، هذا المخطط مال ثلاث خطوط، هذا مصباح، زين، اول ثاني ثالث رابع، هذا جيج فولتيه مال الخروج، هذا تايمر عندنا، هذا ريلي رقم واحد، هذا ريلي رقم اثنين، زين. هذا كونكتر، زين. هسه شنو المكونات هنا؟ هذا رسمت طبعا، هذا بالضبط هيجي، زين، هذا بالضبط هذا، زين. هذا الملف، وهذا الخروج، هذا النورمالي كلوز، هذا النورمالي اوبن، زين. هذا نورمالي كلوز، هذا نفس الحالة، هذا اوبن، هذا خروج، هاي تغذية ملف، تغذية ملف ريلي، زين. هسه راح نجي نوصل شلون بين الريليهات، شلون راح يصير عندك ثلاث خطوط او اربع خطوط او العشر خطوط، ان نفس الربط بالضبط، ماكو اي اختلاف، زين. هذا النورمال كلوز الخروج، زين، هذا وين راح يربط؟ هذا النورمال كلوز راح يربط وين؟ ويا الخروج مال الثاني. ليش ربطنا هذا؟ زين، ليش ربطنا بين النورمال كلوز وبين الخروج هذا؟ بحالة انه الوطنية ما موجودة، هنا يصير ربط الوطنية دائما على اليسار الربطة. إذا ماكو، هذا راح يصير نورمال كلوز، وين راح يوصل؟ راح يصير اتصال وين؟ ويا الريلي الثاني. بحالة اكو خط الثاني مثلا عندك، راح يوصل مباشرة بدون ما يلقط هذا، يعني بعد ماكو لقط. أو الخط الثالث اللي هو يربط هناية، زين؟ خط الثالث يربط هنا، بحالة انه موجود خط الثالث راح يربط دايركت مباشر بدون لا لقط هذا ولا لقط هذا، زين.
هسه راح نجي شلون راح نربط الوطنية، وشلون نربطهن ويا التايمر، وشلون نربطهن ويا الجلوبات. طبعا عملية كلها سهلة هميني. هذا راح يصير عندنا بما انه هذا خروج، هذا خروج، فهذا خروج على ثلاث خطوط، الخط الثالث والخط الثاني والخط الاول مال الوطنية. هذا خروج ثابت راح يصير عندنا. زين هسه شلون راح نجي نربط بين الجلوبات وبين الكونكتر وبين التايمر؟ هذا التايمر، شوف التايمر سويت لك اربع اقطاب به، الدخول والخروج، وهذا البارد اللي خليت لك اياه هنا، هذا بارد ثابت اذا تشوفوه، هذا بارد ثابت. زين وهذا الحار مال الوطنيه، وهذا خروج للريليه الوطنيه، هذا دخول الحار مال الريليه الثاني، هذا خروج للريليه الثاني، هذا الربط مالته. هذا بعدين محاضره بحده شلون كيفيه الربط مالته. زين راح نسوي لكم اياه. هسه راح نجي نربط المخطط، راح نربط بين التايمر بين الجلوبات كان الكونكتر ربط كامل، وبعدين راح نتحول لعملي شلون نربطه. هذا الوطنية، زين هذا الوطنية ريلي، هذا وطنية، هذا خط الوطنية، خط الوطنية هذا مالته، هذا وطنية، وطنية، هذا خط الوطنية، وين ودي؟ هنا. زين هذا الخروج، زين هذا خروج ودي الكونكتر. زين هذا شو نسوي؟ هذا الجلوبات شو راح نسوي هنا؟ هذا مال الوطنية، هذا وطنية. زين هذا خروج، هاي خروج فولتية، هذا مولد خارجي، وهذا خط ثالث مولد منزل. زين راح نربطه ويا التايمر. اول شي راح نبدي بالبارد، انت تخلص منين من البارد؟ هذا بارد. زين نجيب هذا خط ملف الريلية، هذا ملف الريلية. زين هذا طبعا 220 يشتغل، شوفوا مكتوب عليها مينه، هذا ملف الريلية طرف من يمه، وين ناخذه؟ ويا الطرف الثاني اللي هو نفسه بالريلية الاول، نفسه يعني نفس الطرف، هذا بارد. زين وين راح نعطي البارد؟ هذا البارد المشترك راح نعطيه وين؟ البارد التايمر اللي هو هذا، هذا بوحده المعزول فوق، هذا كله بارد. زين هذا همينه الجلوبات طرف واحد من يمهن، طرف ويا الفولتية، طرف ويا هذا الجلوب الثالث، الجلوب الرابع، هذا البارد راح يصير عندنا مشترك. زين هسه خلصنا المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى خلصت. زين هذا البارد. هسه نجي شلون راح نغذي بيناتهن تغذية الملفات ويا التايمر، شلون نسحب وايرات. هذا عندنا الوطنية، موصلنا الوطنية، ناخذ واير من عنده، واير ضعيف نص ملم مجرد للتشغيل، نخليه هنا بهذا الطرف مال الوطنية اللي هو هذا، هذا الحرم الوطني، هذا شغل التايمر. زين ناخذ نطلع هذا الخروج، هذا الوطنية، هذا الخروج مالته ثاني واحد، ناخذ من الخروج نوديه وين؟ الخط مال التغذية مال الملف. زين اللي هو هذا، سمو وصلنا هذا بارد، هذا الحار، هذا الدخول مال الريلية، تشغيل الريلية ماخذينه وين؟ من التايمر. هاي المرحلة الأولى خلصناها. زين طبعا هذا ناخذ من عنده نفسه، هذا مال الدخول ناخذه جلوب الوطنية. زين وهذا مال الخروج، قيش الفولتية الخروج، حتى شكو شي خارج يسيب لك الفولتية مالته. هسه بقى عندنا خلص هذا الجزء، نجي على الجزء الثاني اللي هو هذا ريلية مال المولدات، مولد الخارجي ومولد المنزل. هذا الطرف
هذا بما انه الطرف الثاني وصلنا له بارد، هذا لازم نوصل له حار. زين، وين الربط هذا؟ راح يربط بالخروج مال التايمر اللي هو هذا رابع خط. زين، هم نجي نوصل هذا خط اثنين، هذا خط اثنين، هذا مولد خارجي. زين، نسحب من يمه نوديه نورمالي اوبن. زين، راح نسحب من عنده واير صغير، وين نخليه؟ خليه هنا. ليش هنا؟ لان نبدا عمل ريلي العفو التايمر بحالة انه طافية الوطنية ماكو، هذني موصلات، ذني موصلات. زين، راح يشتغل اوتوماتيكيا بدون ما يشتغل التايمر. بحالة الوطنية موجودة ايش راح يسوي هذا؟ هذني راح يصيرن نورمالي اوبن، ينفتحن، ذني راح ينفتحن، راح يطفى هذا الريليه ويحول لك وين؟ على هذا الريليه، على الريليه الاولاني مال الوطنية. هذا فكرة التايمر. زين، هسه شو نسوي؟ كملنا الربط بين ريليهات، ناخذ لي واير مال جلوب. هسه هذا الخط اللي هو الاخير واحد بدون لقط، هذا يشتغل لقط، هذا يشتغل لقط، هذا الخط الثالث بدون اي لقط ويعبر مباشره. هذا مجرد ناخذ لي واير جلوب مالته نخليه بيه، وناخذ له وين؟ هذا الخط. زين، هذا خروج، هذا مولد اثنين اعتبره. هذا كل المخطط مالته. راح ننتقل وين؟ للربط العملي مالته.